الروح للفساد المقصود، أنت تبطن الشر، أنت ناوي تدخل الجمعية للتكسب الغير المشروع. هذا أبوابه كثيرة، يعني أنا ما أخصص ولكن أتكلم كأنواع الفساد، وما أتكلم عن جمعية ولا شيء بشكل عام، بشكل خاص أتكلم بشكل عام. رئيس مجلس إدارة ممكن يتنفع من خلال أنه هو يأخذ نسبة من المبيعات، كانت خضار، يأخذ نسبة من مبيع من أجارات الأرفف، يأخذ أجار شهري، إذا الشيك عطلة يأخذ نسبة عليه تعجيل، أمين الصندوق نفس الكلام، رئيس لجنة المشتريات هو القلب النابض للبيع في الجمعية بحكم علاقته مع الجمعيات أو آسف الشركات، ممكن يصير في عملية ابتزاز، ممكن لأنه هو يدخل الأصناف داخل الجمعية ويعرضها على لجنة المشتريات، وبالتالي هو اللي يعتمدها مع مجلس الإدارة. يعني إذا كان في مجلس إدارة فممكن في فساد، فما بالك لو كان في تفويض صلاحية مطلقة بس حق هالعضو، راح يصير ممكن ياخذ أتاوات، ممكن ياخذ عمولات، ممكن ياخذ رشاوي، ممكن هو بنفسه أسس له شركة ويحطها تحت اسم وهمي، وطبعا كل عضو يسوي هالشيء. فهذا نوع من أنواع الفساد المقصود. ولكن أنا ما أتكلم إنه فيه ولا ما فيه، ولكن هذه سبل الفساد، حتى لا يقول والله أنت تقصدنا ولا أنت تقصد الجمعيات ولا أنت تمثل الجمعيات، إحنا ما نغطي عيوننا. وهذا فساد واقع. أنا كنت بيوم من الأيام رئيس مجلس إدارة الجمعية وشفت عمليات الابتزاز اللي تصير، ما تحكى بجمعيتي ولكن احتكيت في هذا القطاع، وشفت للأسف قطاع في ما في من 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 أمانة وفي ما في من 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 عدم الأمانة، ولكن يبقى اللي عنده ضمير ويخاف من الله سبحانه وتعالى هو اللي هني يقدر يتحكم نفسه. وأنا ما أعمم على أحد، حتى لا أحد يقول أو يزعل أو يقول والله أنت تقصد الجمعيات فاسدة، لا، في فساد كل مكان.